الجولاني زعيم المعارضة السورية، عنوان لمقال نشرته صحيفة المدن اللبنانية حول تفاصيل لم تنشر لاتفاق الفصائل في ريف حلب الشمالي مع هيئة تحرير الشام، والذي يتكون من عدة بنود الاتفاق بحسب الصحيفة نص على نقل تحرير الشام لتجربتها في الادارة المدنية في ادلب الى منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون في ريف حلب. تتولى بموجبه حكومة الانقاذ التابعة لها ادارة المجالس المحلية في عموم المنطقة مع اجراء تغييرات في هيكليتها واعضائها وبرامج عملها. كما تتولى تحرير الشام ادارة ملف المعابر الداخلية منها والحدودية على ان يكون الصندوق المالي بحوزة الجولاني ليقسم بين الملف المدني والملفين العسكري والامني. الملفان الاهم ربما اللذان ستشرف عليهما تحرير الشام، حيث ستتبع الشرطه المدنيه والعسكريه لجهاز الامن العام التابع لتحرير الشام، بالاضافه لتشكيل غرفه عمليات عسكريه موحده تضم كافه التشكيلات العسكريه، والتي ستكون مقدمه لتفعيل دور وزاره الدفاع بتوليها مسؤوليه اداره كامل الملف العسكري. الاتفاق وبحسب صحيفه المدن سيطبق على مراحل الى حين الدمج الكامل بين وزارات الحكومه المؤقته وحكومه الانقاذ تحت مظله الائتلاف كغطاء سياسي والذي سيشهد توسعه كبيره ليضم شخصيات جديده من الداخل السوري تحديدا. وعلى الرغم من نفي الفيلق الثالث لما جاءت به صحيفه المدن الا ان ذلك يبقى هاجسا لدى اهالي الريف الشمالي الذين خرجوا منذ اليوم الاول للمعركه في مظاهرات شعبيه كان القاسم المشترك بينها رفضهم لوجود تحرير الشام في مناطقهم